تعالوا بقى نتعرف على التحديات اللي بتواجه صادرات مصر من الموالح خلال لقائنا مع المهندس إبراهيم البنا رئيس شركة أجرين الزراعية. وبالمناسبة إحنا من أكبر دول العالم اللي بتصدر الموالح، وفي العام 2023 صادراتنا تجاوزت 2 مليون طن من الموالح، وشركة أجرين قادت مصر لصدارة دول العالم في تصدير الموالح، لأن صادراتها تجاوزت 180 ألف طن من الموالح المصرية العالية الجودة. ركزوا معاه. حضرتك من أهم الشركات المصرية المصدرة للموالح إلى كل أسواق العالم، والنهاردة مصر رقم واحد في العالم في تصدير الموالح. نحافظ على الصدارة دي إزاي؟ بزيادة الإنتاج والجودة. إنتاج والجودة وكلفة وكلفة. إحنا السنة اللي فاتت وصلنا لغاية 2 مليون طن. بالظبط. مع معرض فروت لوجيستيكا نقدر نقول مؤشرات 2024 إيه؟ هل هنرجع ولا هنزيد؟ لا إن شاء الله هتزيد مينيمم 10%. عندنا باب المندب فيها مشاكل، عندنا في أوروبا فرنسا أسبانيا في مشاكل، يقول لك مش عايزين منتج من بره. والله إحنا الأمل في الله وإن موضوع باب المندب ده ينتهي، لأنه لو استمر مش هنوصل ل 2 مليون طن. في بيروتقام بيروح بس النسبة ما تزيدش عن 20% من اللي كان بيروح قبل كده لجنوب شرق آسيا، عشان الكلفة زادت 1500-2000 دولار الكونتينر الواحد. طبعا فطبعا زيادة السعر، كل بتوع بنجلاديش وكل هند النهاردة بيتكلموا لك الكلفة علينا زايدة قوي، فمش قادر يشتري ومش قادر يبيع ومش قادر يخلص الكميات بتاعته. طب هل لاقيين كميات تعويضية من تركيا وأسبانيا؟ لا، هي تركيا بتخلص خلاص، وأسبانيا ما ينفعش ما تروحش، احنا الوحيدين اللي في الوقت ده اللي بنودي هناك، لكن مفيش تركيا خلاص بتشطب وخلاص، واسبانيا ما تنفعش تودي هناك. اسبانيا عندها مشكله في الانتاج بتاعها، كنا احنا غزينا اوروبا، هي اوروبا بالمنتجات بتاعتنا في اسبانيا نفسها بنصدر لها دلوقتي ارقام كبيره جدا بتروح لاسبانيا. الحل الوحيد الموضوع ده لازم ينتهي عشان نقدر نطلع الكميات اللي عندنا. احنا عندنا انتاج زياده استاذي مينيمم 25% الشجر، على الشجر 25% زياده في المحصول السنه دي عن السنه اللي فاتت. الانتاج الزياده ده محتاج تصريف سواء صناعي، وده في الغالب هيطلع ليه عشان المركزات بقى لها سنتين غاليه جدا جدا جدا. المركزات دي كانت بتتكلم من 2200 ل 2500 دولار، 6000 دولار النهارده، 6020 دولار النهارده في البورصه النهارده بتاعت المركزات. فطبعا احنا علينا طلب السنه دي في المركزات سواء داخل مصر او خارج مصر رهيب جدا، وعشان كده بدات في شركات ومجموعات تبدأ تعمل مصانع مركزات في مصر. طيب حضرتك من أهم المزارعين والمصدرين للموالح. الحمد لله. طب إمتى لقى حضرتك اتجهت بقوة للمركزات؟ لأن لازم في تصنيع، لازم ندخل تصنيع. شهور إن شاء الله. يعني حضرتك من ضمن المصانع اللي بتتعمل النهاردة في مصر، أنا أعرف يعني إن كله بيضاعف النهاردة خطوطه، كله القائم بيضاعف خطوطه. يا إما هنستحوذ على حاجة من اللي موجودة في مصر أو شراكة، يا إما بنعمل حاجة جديدة. شهور هتلاقيها موجودة إن شاء الله. أسواقنا اللي بتصدر لها الفريش، هل هي نفس الأسواق اللي هتستوعب المركزات ولا يعني حاجة تانية خالص، شغل تاني مختلفة؟ لكن مش بعيدة. أصل اللي بياخد NFC، اللي بياخد الفريش، اللي بياخد المركزات، دول ثلاث حاجات اللي شغالين، فإن شاء الله مش بعيد عن شغلنا وسهل قوي. موضوع غريب قوي اللي بيحصل في أسبانيا وفرنسا دي، مش عايزين موالح من دول تانية، عايزين ناخد الشغل بتاعنا أسبانيا. دي مهزلة. يعني إحنا لما فاتحين أسواقنا لكل أوروبا ومنتجات، وللصين لكل منتجاتنا، لما يجي إحنا معانا عقود مع ناس ب 400 حاوية و 500 حاوية و 1000 حاوية، مش قادرين ياخدوهم. خايفين. خايفين يتولعوا لهم في المحطات بتاعتهم، لدرجة ان واحد جه عمل العقد باسم تريدر عشان ما يبقاش هو ظاهر، عشان يبقى مش هو اللي جايب البرتقال، عشان ما يتأثرش هو كاسمه كشركة، عشان مزارعين الاسبان ما يعملولوش مشكلة. طب احنا عاملين له مشكلة في ايه؟ ما هو كمياته بتخلص وبتدخل في العصائر والمركزات والتصدير. لا هو عاوز احنا بندخل نكمل. لا لا لا، هو بيبص لها بقى ايه، ان احنا بنعوض النقص، فبيبقى السعر متوازن. لو انت ما روحتش هيبيع بسعر 300% فهيكسب اكتر. المهندس ابراهيم البنا النهارده خاماته موجوده، الشمع موجود بتاع المحطات، الحمد ولا لله، ايه الاخبار؟ طمنا. الحمد لله. عندنا اي ناس في اي خامه؟ لا الحمد لله. احنا الحصيله الدولاريه بتاعتنا مغطيه احتياجاتنا من بره، احنا بنجيبها. الحمد لله، ما فيش مشاكل الحمد لله. هي المشكله اللي بتواجهنا دلوقتي يا استاذ محمد، كل
المصدرين دلوقتي وصلوا 600 مصدر او كلام من ده، وتقريبا 50% منهم او اكتر من 50% منهم مش بتوع برتقان. فدول عاملين مشكله فينا في الاسعار، يعني عاوزين تدخل لان هو بيبيع باي سعر، فبيضر الحصيله المصريه، بيضر لان دلوقتي النهارده هو ما بيبصش على انه اشترى البرتقال كلفه ب 500 هيبيعه ب 520 او 550، لا ده ممكن يبيعه ب 450، بس اهم شيء تجي له حصيله، يجيب يستورد الحاجه بتاعته ويبيعها بيكسب فيها 300%، ديت بيضر الحصيله المصريه بتقل مينيمم 30% لانه بيروح يضرب باي سعر. وبعدين هو يعمل له ضرب له 10 حاويات 20 حاويه 30 حاويه اللي هو عاوزهم، ضرب بقى اسبوعين 3 4 السعر على مستوى البلد، وادي تقول له انا جاي بالرفورم هيت من منتج مصر اهوت بكذا كذا كذا. يعني انا ما اعرفش، لازم يكون لها حل، لازم يكون لها حل.